الحرب بين امريكا وبين ايران حرب عقيدة. امريكا، هل تنام امريكا عن جواسيسها في ايران؟ لا لا، ان الحرب بين امريكا وايران ليست حربا سياسية، ومن قال انها حرب سياسية فانه لا يدري في مجريات الاحداث شيئا. الحرب بين امريكا وبين ايران حرب عقيدة. يقول تعالى: وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. فماذا تفعل امريكا؟ اتدخل هي بالاساطيل ايرانا؟ لا، ان هذا العمل سيثير مشاعر المسلمين ضدها. اذا فماذا تفعل؟ هناك كلب من كلاب صيدها يريد ان ياخذ مكانه الشاه الخليع، فامريكا تجنده وتجند جيشه ليهلك الحرث والنسل ويقتل الابرياء بالالوف وتسيل الدماء، وامريكا تصل من عليائها. امريكا لها مخالب قف، لها عملاء. صدام الذي يقول ان اهل ايران فرس ومجوس، لا والله، ان اهل ايران مسلمون موحدون بالله، دخلوا الاسلام في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، دخلوا الاسلام، ومنهم ابو حنيفة النعمان بن ثابت، ومنهم علماء المسلمين، ومن اهل ايران الامام الغزالي رضي الله تبارك وتعالى عنه من اصفهان، صاحب كتاب الاحياء، ومن لم يقرأ كتاب الاحياء فليس من الاحياء. منهم الامام الغزالي، ومنهم عباقرة اللغة والتفسير والحديث. يا رأس النفاق والعمالة، كيف ترميهم بانهم مجوس؟ لسنا في حاجة الى امريكا ولا الى روسيا اذا كنا مع الله. اذا فما العلاج؟ ما علاج اسرائيل؟ علاج اسرائيل ان نربي لها شبابا كعلي بن ابي طالب. اسمعوا اسمعوا الى هذا الشباب الذي رباه سيدنا الكريم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الامة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها، ويكون الرسول زعيمها، ويكون القرآن دستورها، ويكون الجهاد اسمى امانيها. بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة. اليهود قوم ماديون عنصريون يريدون ان يستولوا من النيل الى الفرات ويقيموا مملكتهم على ارض الانبياء، على ارض التوحيد. فماذا حدث؟ دائما يلجأ اليهود في حل مشاكلهم الى رصاصات الاثم. كلما علموا انه ظهر من بين صفوف المسلمين رجل يرفع صوته بالحق وقفوا له بالمرصاد. اعلموا هذه الحقيقة. لماذا يتمسكون بمدينة القدس؟ لان مدينة القدس بها المسجد الاقصى، مصر رسول الله.
لان مدينة القدس فيها اول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. كان الرجل قبل ان يلقى الله يتمنى ان يصلي في المسجد الاقصى، ولكن كان الطريق بين الأمنية وبين المسجد الاقصى بعيد المدى طويلا. هناك صراع عنيف بين كلمة التوحيد وبين ثلاث قوى، بين القوى الشيوعية ويؤيدها المعسكر الشرقي، وبين القوى الصليبية ويؤيدها المعسكر الغربي، وبين القوى الصهيونية ويؤيدها المعسكران كلاهما الشرقي والغربي. وكلمة لا إله إلا الله في الميدان تنادي على الرجال وتقول ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. بعدما وضعت الحرب أوزارها أخذ اليهود ينشطون في دبلوماسيتهم المعروفة، دبلوماسية التفريق والدس والفتن، فتفرقت الأمة، هذا شرقي وذاك غربي، هذا يسار وطني وذاك يمين رجعي، هذا يسار متطرف وهذا يمين متطرف. والله ينادينا ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حتى تقاتلوا اليهود. فيختبئ اليهودي وراء حجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان وطني يهوديا فاقتله. امريكا الصليبية لن تسمح بفك اعتقال المسجد الاقصى، والمفاوضات لن تعيد المسجد الاقصى. اذا فمن الذين يعيدونه؟ شباب يتربى على عقيدة لا اله الا الله، شباب يربى في معسكر التوحيد، لا اقول في معسكرات سب الدين ولا في معسكرات احتساء الخمور، انما شباب يربى في معسكر التوحيد، بحيث يكون شعار احدهم اذا صدرت اليه الاشارة انه اذا ذهب الى هناك فلن يعود الى هنا انما سيعود الى الجنة. الجيوش النظامية لن تعيد المسجد الاقصى، ان الذي يعيد المسجد الاقصى شباب يؤمن بالله ويؤمن بلقاء الله، هدفه العودة الى الجنة ليعقد عقد بيع وشراء مع الله، ليس هدفه وسامة ولا نيشانا ولا نصرا ولا ضدورة